بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين غريب يا مظلوم كربلاء، الموت الموت لا هو لدى الموت لا هو يبقي ولا ولدا هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا الموت لا والدي يبقي ولا ولدا هذا السبيل إلى ألا ترى أحدا للموت فينا للموت فينا سهام غير خاطئتين من فاته اليوم سهم لم يفته غدا عندك شاهد؟ قال نعم، أفضل البشرية وهو رسول الله أوري تحت التراب. هذا النبي ولم يخلد لأمته لو خلد الله
خلقان قبله خلدا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم مشهد من مشاهد يوم القيامة يوم القيامة فيه مشاهد كثيرة وضع الصراط وضع الموازين تطاير الكتب زبانية جهنم ملائكة تقدم الروح والريحان إلى أهل الجنة تقترب الجنة من أهلها مشاهد كثيرة في يوم القيامة واحدة من هذه المشاهد يلتقطه القرآن الكريم إلينا هذا المشهد عبارة عن حوار يتم بين أهل الجنة وأهل النار بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يبدأ حوار بين الطرفين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما وعدنا الله به من هذه الجنان وارفة الظلال والنعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال هذا كوك قاعدين نشوفه بأم أعيننا أنتم الذين أنكرتم وجود الله جل وعلا تطاولتم على الله وتجرأتم بفعل المعاصي هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم مع الأسف شفناه في نار جهنم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين مشهد يتم بين الطرفين لماذا؟ ليش هذا الحوار؟ خلاص أهل الجنة دخلوا إلى الجنة وأهل النار دخلوا إلى النار بعد لماذا تتم هذه الحوارية بينهما تتم هذه الحوارية لهدفين الهدف الأول حتى يتعرف أهل الجنة على مقدار النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة يحصلوا على نعيم عظيم حتى يعرفون قيمة هذا النعيم الذي هم فيه قيمة هذه الجنة التي هم فيها الله جل وعلا يطلعهم على العذاب الذي يعاني منه من في نار جهنم فيكتشف الفرق بعض النعم أيها الأحبة لا يكتشف الإنسان قيمتها إلا عندما فقدها أو وجد أناس قد فقدوها عندي نعم كثيرة أنعم بها يمكن ما أشعر بها ما أحس بها لكن إذا شفت إنسان فاقد هذه النعمة أكتشف قيمة هذه النعمة نعمة البصر وما أعظمها من نعمة أنظر إلى كل شيء وأفعل بالنظر ما أريد لكن متى أشعر بهذه النعمة إذا شفت إنسان بجانبي قد كف بصره فقد البصر يريد يلبي حوائجه يحتاج من يعينه من يدله على موقع كأس الماء حتى يشربه موضع الطبق الذي فيه الطعام حتى يأكل منه
يمشي ويحتاج إلى دليل يدله، عند ذلك أشعر بنعمة البصر. لا أشعر بنعمة العافية والصحة إلا إذا مرض أو نظرت إلى إنسان مريض محروم من بعض الملذات، بعض الأطعمة، بعض الأشربة، بعض الممارسات. إذن الله جل وعلا يظهر نعمه على أهل الجنة حتى يشعر أهل الجنة أو يشعر أهل الجنة بقيمة هذه النعم وعظمها، يطلعهم على من في نار جهنم ويعطيهم مساحة من الحوار بينهم. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني من هذا الحوار أيها الأحبة هو نوع من أنواع العذاب النفسي إلى أهل النار. العذاب في النار على نوعين: عذاب جسدي، يتعذب أهل النار عذابا جسديا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا عذاب مرتبط بالجسد. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وصل إلى النار ودخلها أراه جبرائيل بعض مشاهد العذاب والتعذيب في النار، أناس قد علقوا من شعورهم، أناس من ألسنتهم، أناس تدخل أسياخ الحديد من آذانهم وتخرج من الجهة الأخرى، أناس قد بقرت بطونهم، وهكذا أناس يأكلوا وينهشوا من لحوم أجسادهم. هذا كل عذاب جسدي بالدرجة الأولى، والألم فيه ألم جسدي. بس مو كل عذاب النار هالشكل، ترى في نوع ثاني من العذاب وهو العذاب النفسي، بل ولربما العذاب النفسي أشد وطأة وأشد ألما من العذاب الجسدي. حتى في دار الدنيا بعض الناس أيها الأحبة لربما يصاب بمرض معين، لربما يتعرض إلى حادث فتعطل عنده حاسة من الحواس، يفقد عضو من أعضاء جسده، ها يصاب بعاهة مستديمة. هو أمام أمرين: إما أن يتكيف مع هذا الألم أو يعافى ويشافى منه، صحيح؟ لكن الألم النفسي لا يدوم مع هذا الإنسان، ولربما يتفاقم ويتضخم إلى أن يتحول إلى مصيبة كبرى. بعض الناس من ناحية جسدية ما عنده أي مشكلة، لكن متعرض إلى موقف نفسي أصيب على إثره بانهيار عصبي، هذا الانهيار العصبي يجر عليه آلام وأوجاع جسدية، قرحة معدة ومدري إيش وآلام وروماتيز وكذا، والسبب موقف نفسي تعرض إليه فأصيب بهذا الألم. إذن الألم النفسي شديد، والله جل وعلا يعذب أهل النار بنوعين من العذاب. هذا الحوار عندما يتم بين أهل الجنة وأهل النار هو نوع من أنواع العذاب النفسي إلى أهل النار، حتى يتألم أهل النار وينظروا إلى الحالة التي هم فيها. قاعدين يتكلمون ويا ناس يعرفونهم في دار الدنيا غاية ما في الأمر، أولئك أدخلوهم إلى الجنة بالطاعة وهم قد أدخلوا إلى النار بالمعصية. يعيش هذا الذي في نار جهنم حالة من الحسرة والندم والتحسف والتألم: أنا إيش سويت في حياتي؟ أنا ما استفدت من الفرص التي كانت متاحة إلي، غير استفاد ودخل الجنة وأنا ما استفدت، رحت إلى نار جهنم. شايف إذا اثنين أيها الأحبة متخرجين من نفس المدرسة ومن نفس المقعد ومن نفس الفصل ومن نفس الشعبة، بس واحد يستثمر الفرص التي أمامه فيطور نفسه، يطور دراسته، تنفتح أمامه آفاق، يتقلد وظيفة ممتازة، يفتح بيت، ينشئ أسرة، والثاني لا، فرص أمامه أتيحت لكن ما استفاد منها، بقي على حالته في أسوأ حال. بعد 10 سنوات 15 سنة إذا التقوا هالاثنين في موقف من المواقف، الأول يقول لا والله أنا الحمد لله من حسن إلى أحسن في تطور حياتي مستمر، انت شلون؟ يقول لا والله انا ما تغير من حياتي شيء، مثل ما تركتني في اول سنة الى الان ما تغير من حياتي شيء. بعد ما يفترقون هذا الثاني الشيء يعتريه في نفسه حالة من الندم، حالة من الحسرة، حالة من التحسف: انا ايش سويت في حياتي؟ اذك زميلي في الدراسة تطور وانا على حالتي قاعد. هذا نوع من أنواع العذاب النفسي يتعرض إليه أهل النار. إذن هالحوار يتم بين الطرفين
من أجل أن يشعر أهل الجنة بقيمة الجنة والنعيم الذي هم فيه. والهدف الثاني هو نوع من أنواع العذاب النفسي إلى أهل النار، أتيحت الفرصة للحوار بين الطرفين. زين، بعد هذا، هذا الحوار يذكر القرآن الكريم إلينا له أبعاد، له أبعاد كثيرة، لكن أهم أبعاد هذا الحوار ثلاثة. البعد الأول أنه حتمي الحدوث، 100% راح يتم هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، يقينا راح يصير هذا الشيء. البعد الثاني أن هذا الحوار أيها الأحبة يتم بين الطرفين، وكلا الطرفين في جهة بعيدة عن الآخر، مو مقتربين من بعض، لا، أهل الجنة في مكان وأهل النار في مكان نائي جدا، أي اثنين. البعد الثالث أن هذا الحوار سرعان ما ينقطع، ما بيبقون طول الفترة هذه أكوها بينهم حكي وسوالف وكلام وحوار، لا لا، خلاص ينقطع لمدة معينة ثم ينقطع هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار. زين، شلون نفهم هذه الأبعاد من الآية نفسها؟ أول بعد أن هذا الحوار حتمي الحدوث، ما هو دليلكم على أنه حتمي الحدوث؟ قالوا نستفيد من لفظة واحدة في الآية. شنو هاللفظة؟ قوله تعالى ونادى، قالوا هذه نادى تدل على حتمية حدوث هذا الحوار. شلون؟ قالوا نعم، أهل اللغة العربية عندهم إذا ذكرت قضية مستقبلية بصيغة الماضي دل عندهم على حتمية حدوث هذه القضية. إذا تتكلم عن شيء مستقبلي إلى الآن ما صار، بس قاعد تتكلم بلفظ الماضي بصيغة الماضي، يدل على أن هذا الشيء سوف يحدث 100%. الآية تقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى فعل ماض صحيح، فعل ماضي، يعني كأنما صار هذا الحوار بينهما، في الحقيقة ما صار إلى الآن، ما صار يوم القيامة، وما دخل أهل الجنة إلى الجنة، وما دخل أهل النار إلى النار. يعني المفروض تقول سينادى أو سينادي أهل الجنة أهل النار، أهل النار، سوف ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، لكنها ما قالت هكذا، قالت ونادى، نادى فعل ماض، قالوا هكذا إذا جاء بصيغة الماضي وقصد المستقبل دل على حتمية حدوث هذا الشيء، يعني 100% راح يصير هذا الحوار. وفي القرآن آيات كثيرة بهذا المنوال، مثل قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، يقول الإمام الصادق وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أشرقت بخروج قائم آل محمد. زين، إلى الآن ما خرج المولى عجل الله له الفرج، كيف الآية تقول وأشرقت؟ المفروض تقول سوف تشرق، إذا المستقبل بعيد، إذا مستقبل قريب ستشرق، بس الآية ما قالت هكذا، قالت وأشرقت، كأن خلاص خرج المولى. قالوا هذا يدل على حتمية خروج الإمام، لذلك جاء بصيغة الماضي وقصد به المستقبل. هنا أيضا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أي سينادي، لكن تعمد القرآن أن يأتي بها بصيغة الماضي للدلالة على حتمية حدوث هذا النداء وهذا الحوار. هذا البعد الأول. البعد الثاني لهذا الحوار أن الحوار يتم بين الطرفين عن بعد، يعني مسافة شاسعة بين أهل الجنة وأهل النار، فلا يصل إلى النار أي نفحة من نفحات الجنة لأن المسافة بعيدة بينهم، ولا يصل إلى أهل الجنة أي لفحة من لفحات النار لأن المسافة بينهما بعيدة. شو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نفس اللفظة، نفس الكلمة، ونادى، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. كلمة نادى تدل على بعد، قالوا نعم تدل على بعد، لأن العرب اعتادوا أن يكونوا دقيقين في بيان حتى المسافة بين الطرفين. إذا صار حوار بين اثنين إذا كان عن بعد يعبر عنه بالنداء، بس إذا كان عن قرب يعبر عنه بالمناجات. أنا أتكلم مع واحد بيني وبين نصف فوت، هذا يقولون عنها مناجات، صوت منخفض،
بس إذا المسافة بيني وبينه بعيدة مناجات ما ينفع لأن ما يسمع صوتي، أحتاج إلى نداء أصرخ يا الله يسمعني. صحيح. هنا الآية ما قالت وناجى أصحاب الجنة أصحاب النار حتى تصير المسافة قريبة، قالت ونادى، يعني بينهم مسافة طويلة حتى يسمع أهل الجنة كلام أهل النار وكذلك العكس. إذن المسافة بعيدة. ومن هنا أيها الأحبة جاء في أخبار نبي الله موسى أن موسى سأل ربه، رواية عن الإمام الباقر، سأل ربه: إلهي سيدي مولاي، أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ وين موقعك يا رب؟ إذا قريب تحتاج إلى مناجات، وإذا بعيد لا تحتاج إلى نداء وصوت مرتفع. فأوحى الله إليه: يا موسى أنا جليس من يذكرني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا جليس من يذكرني، ما يحتاج ترفع صوتك، ما يحتاج تناديني، يكفي أن تناجيني، فقط المناجات كافية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الإمام السجاد سلام الله عليه عند 15 مناجات. يعني شنو مناجات؟ يعني كان الإمام يتلو هذه الأدعية بصوت منخفض لأن الله يسمعه. إذن المسافة بعيدة بين أهل الجنة وأهل النار بصريح قوله تعالى ونادى. هذا البعد الثاني لهذا الحوار يتم عن بعد بين الطرفين. البعد الثالث وأخيرا أن هذا الحوار أيها الأحبة سرعان ما ينقطع، ما بيقزرون طول الوقت بس أهل الجنة يسولفون وأهل النار وأهل النار يسولفون وأهل الجنة، لا لا، بينقطع هذا الحديث. وهذا نوع من أنواع العذاب النفسي أيضا لأهل النار، لأن تعرف أنت إذا كان واحد موجود في مكان وهذا المكان بعيد يشتاق إلى سماع من يحب أن يسمع صوتهم. صحيح. إذا أنا في مكان نائي وبعيد أتمنى بس أسمع ولو صوت بسيط إلى شخص أحبه أعرفه من معارفي. الله جل وعلا يفتح مجال لأهل النار أن يسمعوا أصوات أهل الجنة ويتكلمون معهم ويتخاطبون، بس إذا وصلوا إلى حالة معينة من النشوة عند أهل النار رأسا ينقطع هذا الحديث بينهما. شايف إذا عندك أحد أولادك في مكان بعيد يدرس أو يشتغل وإنت في البلد ترفع السماعة تتكلم معه حديث كلام وحوار ما إلى ذلك، إلى أن يصل الجو إلى حالة من النشوة قاعد تسمع صوت شخص تحبه. أنت تعاني من معاناة معينة لكن هذا يخفف عليك نسبة من هالمعاناة. إذا انقطع الخط مرة واحدة تشعر بحالة من الألم، آه يا ريت واصل الخط وياه يبعد شوي يخفف علي المعاناة. أهل النار هكذا بينما هم في حوارهم مع أهل الجنة ويأخذون يعطون، وإذا بالخط قد انفصل بينهما وخلاص بعد لا عودة، ما يرجع الخط مرة ثانية، ينقطع الحديث بين الطرفين. شو الدليل على هذا المعنى؟ قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. خلاص يصدر صوت من جهة معينة من فرد معين يقوم بأذان، بس شنوع هذا الأذان؟ لعنة تحل على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين، وينقطع الخطاب بين الطرفين. هذا البعد الثالث إلى الحوار الذي يتم بين الطرفين بين أهل الجنة وأهل النار. بعد سؤال وأسألك الدعاء. الآية تقول فأذن مؤذن بينهم، زين هذا المؤذن من هو؟ يبدو أنه معروف ومحدد وتم اختياره قبل يوم القيامة، قبل لا يجي يوم القيامة تم اختيار المؤذن، بس من هذا المؤذن؟ يمكن يكون النبي صلى الله عليه وآله، يمكن يكون ملك من الملائكة، مثل ما هناك ملك مخصص إلى النقر في الناقور الصيحة، زين؟ يمكن هذا يكون ملك، يمكن يكون الروح القدس وهو من أشرف الملائكة، يمكن يكون جبرائيل، لا يمكن يكون نبي من الأنبياء. من هذا الرجل؟
حتى نعرف هذا الرجل ما نقدر نخمن، ما نقدر نتخرص، لازم نذهب ونبحث في الروايات، هل هناك رواية تعطي جواب لهذا التساؤل لولا؟ اسمع أبو الحاكم الحسكاني يذكر هذه الرواية وهو من علماء العامة، يذكر رواية عن ابن عباس، يقول ابن عباس: إن لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه أسماء في القرآن لا يعرفها الناس. في القرآن في أسماء إلى أمير المؤمنين بس الناس ما يعرفوها. إن لعلي بن أبي طالب عليه السلام أسماء في القرآن لا يعرفها الناس. قيل له: وأي هذه الأسماء؟ شنو أسماء علي اللي من الناس ما تعرفها؟ فذكر جملة من الأسماء إلى أن قال: ومن أسماء علي في القرآن المؤذن. من أسماء أمير المؤمنين في القرآن المؤذن. سألوه: وين هذه؟ أي آية التي تعطي هذه التسمية لعلي؟ فذكر لهم هذه الآية الشريفة، قال في قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. قيل له: أعلي هو المؤذن؟ قال: نعم لقد سمعت من رسول الله ذلك. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن المؤذن يوم القيامة هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. رواية أخرى يرويها صاحب كتاب البرهان، تفسير البرهان، علامة السيد هاشم التوبلاني رحمة الله عليه، في برهانه يذكر هذه الرواية عن محمد بن الحنفية عن أبيه أمير المؤمنين، قال علي سلام الله عليه بعد أن تلا هذه الآية: قال أنا ذلك المؤذن، أنا اللي راح أذن يوم القيامة وأفصل بين أهل الجنة والنار. إذن الذي يفصل بين أهل الجنة والنار ويعلم الناس ويؤذن في الخلائق هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيه ليش إلا أمير المؤمنين؟ ليش مو شخص آخر؟ ليش مو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لما إلا أمير المؤمنين؟ لما هذه الوظيفة أسندت إلى علي في يوم القيامة من دون غيره؟ صاحب تفسير الأمثل الشيخ ناصر مكارم أورد عدة احتمالات، لكن لعل من أهم هذه الاحتمالات هالاحتمال، قال: لعل أن اختيار أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المؤذن يوم القيامة بين أهل الجنة وأهل النار لأنها وظيفته في دار الدنيا، هي هاي شغلته يوم كان في دار الدنيا، هي نفسها. كيف يعني؟ كيف أن علي سلام الله عليه مؤذن في دار الدنيا؟ هل منكم أحد سمع بأن علي سلام الله عليه كان هو المؤذن لرسول الله في صلاته؟ هذه ما كانت وظيفة أمير المؤمنين. المؤذن الرسمي في المسجد كان بلال بن رباح، وإذا غاب بلال لسبب من الأسباب استعان النبي بعبد الله ابن أم مكتوم، رجل كفيف البصار يعطي مهمة الأذان، مو أمير المؤمنين. كيف تقول يا شيخ بأن أمير المؤمنين كانت وظيفة مؤذن في دار الدنيا؟ قال: أنا ما قصدت الأذان الفقهي، أنا ما أقصد الأذان الشرعي، أنا أقصد الأذان بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي للمؤذن هو ذاك الذي يشعر بخبر، بنبأ. أي واحد يجي ويوقف في وسط محفل من الناس ويتكلم بصوت مرتفع فيصغو له جميع الناس، هذا يعبر عنه لغة بالمؤذن، ومن هنا أطلق على الأذان بالأذان. يعني أي واحد عنده إشعار بخبر معين، الآن واحد يدخل بيننا يقول: يا جماعة في سيارة معارضة في الشارع رقمها هكذا، على صاحبها أن يحركها من مكانها، هذا باللغة نعبر عنه مؤذن. يقول الشيخ ناصر مكارم: علي بن أبي طالب ما كان مؤذن إلى النبي في صلاته رسميا، لكن كان مؤذن في المواقف الحاسمة لرسول الله. كان النبي صلى الله عليه وآله يستعين بأمير المؤمنين في كافة المواقف الحاسمة للأذان، للإشعار، للإنباء، للإخبار،
وبالفعل تعال ورق سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه راح تكتشف هذا المعنى في سيرته. المواقف الحاسمة، المواقف الفيصلية، المواقف الخطرة، المواقف الحرجة، أمير المؤمنين ينبري في وسطها حتى يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل فيها. لما أراد النبي أن يبلغ سورة براءة إلى أهل مكة كان متعمدا نادى على فلان قال له تعال أريدك أن تذهب بهذه السورة، وراح في وسط الطريق نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك فليبلغها أحد منك أو من أهل بيتك وليكن علي. إيه ليش سوى رسول الله هذا السيناريو كله؟ حتى يبين للناس ترى مو أنا اللي اخترت علي، السماء هي التي اختارت، مو أنا الذي اخترت عليا لأنه صهري وماخذ بنتي، لا لا، السماء هي التي اختارت، لذلك أنا اخترته بناء على اختيار السماء. فأرسل خلف ذلك الرجل استل منه سورة براءة سلمها إلى أمير المؤمنين. موقف حاسم تحتاج إلى رجل حاسم، إلى رجل فيصل فاروق يفرق بين الحق والباطل. سلمها إلى أمير المؤمنين، انطلق علي سلام الله عليه فتلاها حتى يفصل بين أهل الإيمان وأهل الشرك. لما دخل رسول الله إلى مكة المكرمة فاتحا انطلق رجل من المسلمين متسرعا قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. التفت النبي إلى علي قال له صحح، هذا جاي وحاط في باله أن احنا داخلين سلابة تسبى الحرمة. فانبرى أمير المؤمنين، موقف حاسم النبي يستعين به، قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. إذن في المواقف الحاسمة، المواقف الفيصلية ينبري أمير المؤمنين، هاي شغلة في دار الدنيا، يوم القيامة نفس المهمة تعطى إليه. في المواقف الحاسمة ينبري أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن قضية صايرة بين أهل الجنة وأهل النار، بين أهل الإيمان وأهل الشرك، بين أهل التقوى وأهل الفسوق، من الذي يحد بين الطرفين؟ ينبري أمير المؤمنين فيؤذن بين الطرفين. موقف حاسم، موقف فيصلي لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام الرضا يسأل، يسأله المأمون، يقول له بأي شيء صار علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله علي حبه إيمان وبغضه كفر؟ قال نعم. قال إذا كان حب علي إيمان والإيمان يدخل إلى الجنة، صار حب علي يدخل إلى الجنة، إذن صار علي قسيم الجنة، وإذا كان بغض علي كفر فإن الكفر يدخل إلى النار، إذن بغض علي يدخل إلى النار، صار علي قسيم النار، وصار شرط من شروط الإيمان محبة أمير المؤمنين، ولاية أمير المؤمنين محبة علي سلام الله عليه. مو موقف واحد إلى علي يوم القيامة، هذا موقف من مواقف علي، مشهد من المشاهد فيه يكون عليا أو علي سلام الله عليه، وإلا مواقف كثيرة إلى أمير المؤمنين في يوم القيامة، عند الحوض وعند الصراط ها وعند الموازين وفي كل مكان يتجلى أمير المؤمنين ويتجلى أهل البيت سلام الله عليهم، لا سيما في موقف الشفاعة، يشفع إلى شيعته، إلى مواليه، إلى محبيه، إلى الذين ماتوا على مودته ومحبته وولايته، يشفع إليهم أمير المؤمنين فيدخلهم إلى الجنة. أمير المؤمنين له شفاعة يوم القيامة، الحسين له شفاعة، الحسن له شفاعة، بقية الأئمة لهم شفاعة، وبعد هناك شفاعة خاصة إلى من؟ إلى الزهراء سلام الله عليها. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أيها الناس غطوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة على الصراط فتأتي على نجيب من نجوب الجنة أو على ناقة من نور فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطائر الحب الجيد
من الحب الردي، ثم يقال لها تفضل يا فاطمة تشفعتي في من تحبي، يلا الآن أدخلي إلى الجنة. تقول لا أدخل حتى يعرف الناس ظلامتي وما حل علي في دار الدنيا. إيه من حقك يا فاطمة، هذا اليوم تجتمع فيه الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم، والآن أنت من حقك أن تظهري ظلاماتك حتى الناس يعرفوا الظلام التي حلت عليك. بس يا زهراء بأي ظلامة تبدأي؟ بأي شكوى تشتكي؟ بأي أمر تبدأ يا فاطمة؟ ما حل على رسول الله؟ قالت لا يا رب. ما حل عليك بين الباب والجدار؟ تقول لا يا رب. إذن مصاب ابنك الحسن الذي تقيأ ما في جوفه فطشت قطعة قطعة، تقول لا يا رب. إذن مصاب الحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، تبدأ بهذا المصاب تقول لا يا رب. يتعجب من في المحشر بأي مصاب تبدأ يا فاطمة، وإذا بها تخرج منديلا ملفوفا. يوم تتجسم فيه الأعمال. وتبدي الشكاية والخلايق كلهم وقوف، تندب وترفع بيدها منديل ملفوف. رب انتقم لمن الذي قطع هالجفوف. يت الندى والناس كلهم يسمعون مني، يا بنت المصطفى طلب الشفاعة آخذ بحقك من الطاغي ومن أتباع ومن الذي للدار جاكم بالجماعة، ومن الذي قاد الوصي وروع بنين، ومن الذي بالباب منك كسر ضلعين، واللي طبع شفه على الخد على العين. بشري بنت المصطفى يا محسن وحسين، هل يا أم وعدك طام وجعد اللعي؟ اليوم يا زهر الوفا واقبل الميعاد، اخذ بحقك من بن اميه وبن زياد، ومن الذي في كربلاء عفر لي جولا، وهذا الشهيد إن كان ردي تنظرين وتنظر العرصة والدمع يجري من العين، وشوف ابن حسين ما بين النبي بين الخلق واقف بلا راس ولا يدي، والصيح وش هالفعل بابن الفاعل. مجلس تعزية على أبي عبد الله في يوم عاشورة، وطج جميع الأنبياء حتى آدم ونوح، ويخاطبون المصطفى والمصطفى ينوح. الله يعظم لك أجار بابنك المذبوح، وحيدر على الكرار عبر تجري. لابد أن ترد القيامة فاطم
وقميصها بدم الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشف كل مريض، اللهم يفك كل أسير، اللهم يرد كل غريب، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم يسد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهم فيها صلاح، نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. من اجتمعنا لسببه جاء في الأرض عن جنبي أصعد بروحي إليك، لقه منك رحمة ورضوانا، انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. احشره اللهم في زمرة محمد وأهل محمد، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إخواني، يوم غد تختتم مجالس الفاتحة والقراءة عصرا في تمام الساعة الرابعة إن شاء الله، حتى يتسنى للأحبة الذهاب إلى المقبر لتلاوة الفاتحة عند قبر الفقيد، الساعة 4 عصرا غدا إن شاء الله. مصافحة أهل العزاء تبدأ من المنبر تنتهي بالباب، جزاكم الله خير. إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مضى من هذا الجمع، لا سيما الشهداء والعلماء وخدام بعبد الله الحسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.